جديدة يوم جديد صباحك أحلى على ميجا فام 92.7 دايما الأغاني على كبير. صباح الفل لكل مستمعي ميجا فام 92.7 من كل مكان، كل الناس اللي بتسمعنا من خلال الإنترنت على ميجا فام online.com وكمان على النايل سيت على 12169 عمودي. يعني صباح الفل أي حد بيسمعنا من بره مصر يقدر يتواصل معي على سكايب. اشتغلت قبل كده في راديو على الإنترنت، يمكن كانت تجربة بداية كده. قبليها كنت في مسابقة في نجوم اف ام، كانت مسابقة راديو ستار لكن ما توفقتش فيها خالص. وكانت تجربة الراديو على الانترنت بقى اللي هو بقى بتعلم بقى، يعني كانت التعليم والهرس بقى كله. والحمد لله لما بدأت هنا بدأت بقى يبقى عندي الشخصية اللي هي الراديو بيرسوناليتي بتاعتي، هي دي شخصيتي على الهواء. وهو ده البرنامج الراديو اللي هو ده برنامج راديو، يعني راديو ده يعني انا بكلم الناس، بكلمهم بشكل مباشر، بكلمك انت في العربيه، بكلمك انت في العربيه. فدي بتبقى ده الجديد بقى، ان انا ما اعتمدش ان انا ابقى عادد الحلقه وماسك وبقرا بقى الكلام والكلام ده، لا. خليه الاول فرد، المشكله ان احنا عندنا هنا مصريين لازم تبتدي الموضوع معاهم شويه فرد، وبعد كده هم هيحسوا ان هو بيجيب فرط ده اللي هو سجاير فرط، يعني فرط اللي هو قصدك فرط. فرط كده انت اللي مفكرني في الناحيه الثانيه يا اخي، قصدك فرط اللي هو فرط الزام يعني. دي بقى الفكره اللي هو ده مجنون يا عم وبيعمل اللي هو عايزه وبتاع. هو بصي، هي انا شايف ان هو ده الراديو. يعني انا بسمع اذاعات بره كتير، برغم ان انا مش شاطر في كل اللغات، يعني انا هو الانجليزي بالعافيه، بس بسمع الدليفري هو بيتكلم ازاي. فلما بيجي الناس اللي بره دول بييجوا يتكلموا، هو بيتكلم في اي حاجه كده، وفجاه بيتكلم في موضوع، فجاه تلاقيه دخل في موضوع تاني. عليش صباح الفل، في كمان طهقان زهقان متضايق، دي اغنيه جميله. في كمان صباح الفل عليش، قول بس صباح الخير يا مستلزه، واتك بقى على مستلزه قوي. ماشي صباح الخير يا مستلزه. صباح الفل يا عليش، سمعنا حلاوه روح وشهيصنا، عايز اسجل رساله لجوزي اصحيه علشان الشغل ده. مي ماشي مي صباح الخير. هو الراديو قبل كده ما كانش الناس بيستخدموا فيه الالفاظ دي، يعني كانوا بيقول لك لا احنا عايزين نرتقي بالناس وتبقى بتتكلم بشكل افضل، ونحاول ان احنا نخليهم يتخلصوا من المصطلحات اللي المفروض ما تدخلش علينا. لكن هي مصطلحات مش عيب، يعني انا ما بقولش حاجه عيب، انا بقول لك مستكانيس ومشاهيس ويلا بينا وصباح الفل يا برنجي يعني دي مش حاجات عيب ومش لغه شارع. فهي اللغه دي هي يمكن من الاسباب اللي بتخلي الناس تبقى قريبه، تحس ان هو ايه ده بيكلمني انا، اه ده عارف ايه ده يا ابن الذين، عارف الحاجات دي ازاي، برغم ان احنا كلنا عارفينها، بس هو بيحس ان انا عرفت حاجه عنده هو مش عند حد تاني. صباح الفل يا خالد. صباح الفل، انت عامل ايه؟ كل زي الفل الحمد لله. مية مية. بس سجل رساله للمدام صح كده؟ اه طيب احنا هنبتدي نقول 1 2 3 هوبا، بعد الهوبا بتاعتي انت تهوب. اوكي وهكذا، يلا بينا 1 2 3 هوبا. امير بشكل يعني على طول وبيبقى حابب يشارك، وحتى لو احنا مش عندنا حاجه فيها ومشاركه قوي تلاقيه بيقول لك صباح الخير يا عم انا بصبح عليك، بس تلاقيه بيتكلم على التليفون يقول لك انا بس بقول لك صباح الخير. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتخلي الواحد يعني يكمل، ان الناس دي متابعيه بشكل كويس ومبسوطه. مفيش حاجات كتيره قوي بتتعرض عليا، والحاجات اللي بتتعرض يعني مش حلوه، فبالتالي ما تلاقينيش بشارك قوي، يعني تلاقيني بضيع وقتي في الحاجات الاهم بالنسبه لي في الفتره دي، وهي الراديو وحاليا بقى برنامج التلفزيون. فالتمثيل لما بيجي حاجه بعملها يعني. انت كده قلت كلام كتير وانا مش فاهم، انا مش فاهم، انا مش عايزك تفهم يا ليشا، زمن المعجزات خلاص خلص. انا كل طالبه منك ما تجيبش سيره لجدك سمعان عن موضوع الشركه دي. طب لما هي الشركه دي بتاعتنا وانت، مال جدي سمعان الموضوع ده؟ بص يا ليشا ركز ابوظ ضوافرك، ما تحرقش دمي اكتر من كده، هقول لك للمره المليون. عايزين نقول للناس اسمعونا في كل مكان، لو انت مبسوط من البرنامج قول لاصحابك يسمعوا البرنامج، يعني عايزين الموضوع ينتشر. يعني انا كنت نفسي ان البرنامج يبقى بيتسمع في الاوتوبيسات النقل العام والمترو، اللي هو يبقى الناس كلها سامعه البرنامج، لان انا عايز ابقى مصحصحك ومفوقك ومشهيصك، وده الهدف يعني المهم جدا ليا. يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب تبقى مصحصح يا رب.